اهلا لك يا ماهر، اتفضل. ايه طمني، في اخبار جديده؟ هو في اخبار بس للاسف مش كويسه. ايه حامد وبدير قرر لهم حاجه؟ لا لا لا، حامد وبدير لسه ما نعرفش عنهم حاجه. نتيجه الدي ان ايه ظهرت، الولد اللي قاعد في بيت الهام مش علي. الأولانية إزاي طلعت إيجابية؟ أكيد في حد من المعمل لاف في النتيجة دي وزورها، ده طبعا بالاتفاق مع اللي دبر الحكاية دي كلها. طب والسلسلة الفضة اللي كان لابسها علي، والمعلومات اللي كان بيقولها، والحكايات اللي كان بيقول إن هو بيفتكرها، إيه كل ده متدبر وبالإتقان ده؟ يا عم اللي عايز يعمل حاجة زي دي لازم يكون دارسها كويس. انا اعتقد ان ممكن يكون حد قريب قوي من العيله هو اللي اداله كل المعلومات دي وحفظها له كمان. طيب مين اللي هيكون قريب منهم للدرجه دي؟ عشان كده احنا لازم ندور ونعرف مين اللي ممكن يكون على علم بكل التفاصيل دي ومش من العيله. واحده زي فايزه مثلا. يا راجل حرام عليك، فايزة ده هي اللي مربية الولاد مع الهام. واحنا عشان ندور كويس يا عمي لازم ما نستثنيش اي حد من الشك. وبعدين فايزة دي هي اكتر واحدة حضرت وشافت كل التفاصيل دي وما فارقتكوش لحظة من يوم ما اختفى علي. مش فايزة يا كمال، دي ست غلبانة. ما هي بالتأكيد مش لوحدها. يعني انا متخيل مثلا ممكن يكون وراها حد بيسوق بياخد منها المعلومات وبيدبر بنفس. طب على فرض ان كلامك صح، مين بقى اللي بيسوق وبيخطط وبينفس؟ تزوير بطاقه وتزوير تحليل دي ان ايه، اللي يعمل كده لازم يكون عنده نفوذ. انا ما استبعدش انه ممكن يكون واحد زي فريد. ها التخطيط والتنفيذ ده شبهه. لا لا، لازم ابلغ الهام وراجل والولاد علشان ياخدوا بالهم. الولد ده لازم يترمي في السجن بتهمة انه نصاب انتحل شخصية علي، وساعتها بقى البوليس يقرره ويعرف مين اللي كان وراه. كل اللي انت عايزه يا عمي هيحصل، بس مش دلوقتي. احنا في الاول لازم نوصل لكل المتورطين في الموضوع. الولد ده لو اتقبض عليه ممكن اللي بيحرضوه ويساعدوه يهربوا، ما نعرفش نجيبهم تاني. طب ولحد ما ده يحصل هنسيب الهام والولاد على عماهم كده نقف نتفرج عليهم؟ المسألة مسألة وقت، يعني لازم نستنى شوية ونخلي الموضوع ده سر بينا. من ناحيتك بقى أنا مش عايزك تغير معاملتك لعلي، لازم تعامله على إنه حفيدك وتقرب منه أكتر وأكتر. طب وأنا هامن على الهام وحفيدتي إزاي والنصاب ده في وسطهم؟ ده المصيبة كمان يا كمال انه نقل بقى جوه الفيلا، بقى قاعد في اوضه علي. يعني لو حب يأذيهم هيأذيهم. يا عمي لو كان عايز يأذيهم كان أذاهم. لا الولد ده هيفضل يلعب دور علي ما دام ما حسش ان في حد كشفه. مسكين الهام، مش عارف هتتحمل الصدمه دي ازاي لما تعرف. انا متضايق من نفسي قوي يا عمي، انا اللي جبته بايديا لحد باب البيت. انا ما اعرفش ضحك عليا ازاي. انت ذنبك ايه؟ هو ضحك علينا كلنا. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟ احنا لازم نعرف الولد ده مين ومين اللي بيساعده. طب هنعرف ده ازاي؟ معلش يا عمي المره دي بقى انا مضطر اعتمد عليك انت. على ايامك. هيا فايزه هنعمل ايه على العشاء؟ العيال زهقوا من الاكل المعتاد. نعمل لهم نجرسكو، بقالنا كتير ما عملناهاش. حلوه قوي نجرسكو دي، لينا بتموت فيها. احنا هنعملها عشان خاطرها، هما كلهم جايين النهارده على العشاء؟ هتاكد بقى. ماشي. بابا ايه النور ده؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا فايزه؟ الحمد لله، ان شاء الله تعيشي يا محمود بيه. ايه انت خارجه؟
هو انا كان عندي ميعاد بس مش مهم خالص. هو في حاجه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه، انا جاي بس اقعد معاكم يومين بس كده. ده انت تنور يا بابا. اتفضل اتفضل يا بابا. انت صحتك كويسه؟ اه يا حبيبتي انا صحتي زي البومب مفيش حاجه. وانا بقيت ازهق وانا قاعد لوحدي، قلت اجي اقعد معاك واصلكم هتوحشوني قوي. يا سلام، يا ريت ترضى وتفضل قاعد معانا على طول. فايزه ممكن تطلعي الشنطه اوضه بابا؟ حاضر يا هنا. يا ريت بقى تفتحي الشبابيك وتهوي الاوضه وتغيري الملايات بالمره. يلا يا حبيبتي روحي انت معادي. لا معاد ايه بقى، ما خلاص. وانا معقوله اروح معادي وانزل واسيبك؟ انا ما صدقت ان انت تيجي تقعد معانا. طب يلا يلا روحي شوفي مواعيدك، انا مش عايز احس اني عطلتك. لا عطلت ايه يا بابا، انا عايزه اقعد معاك. يا ستي هنقعد مع بعض كتير قوي لما ترجعي، وهتدش هنقول كلام كتير. يلا طيب لو عاوزت حاجه كلمني. اوكي باي باي. نورت اوضتك يا محمود بيه، ادي لك مده يعني طويله ما جيتش بيت فيها زي زمان. ياه ما تفكرنيش بزمان، دي كانت ايام يعلم بيها الله ربنا. قوي والله يا محمود بيه، الست الهام يا حبيبتي ما كانتش دريانه بالدنيا واللي فيها. بس الحمد لله ربنا يخليك ليها سند وظهر بحق وحقيقي. وانا كان لازم في الايام دي اقعد مع ليلى ومروان عشان ما يحسوش بتعب والدتهم. ربنا لا يعيدها ايام. بس الحمد لله علي بقى في وسطينا اهو، وان شاء الله الايام اللي جايه كلها هتبقى فرح. انت كمان تعبت معانا قوي، ما سبتناش دقيقه واحده طول ال 20 سنه اللي فاتوا دول، ومهما عملنا مش هنقدر نكافئك. ما تقولش كده يا محمود بيه، ده انا لحم اكتفي من خيركم. ده انا لولاكم ما كنتش عرفت اربي البنت نهد بعد ابوها، ولا حتى اخد بالي من ليلى بنت اختي. ده لولاكم ما كانش حتى بقالنا بيت يلمنا. استغفر الله العظيم، انت اللي اصيله يا فوز وطول عمرك طيبه. وعد مني ليكي، اول ناهد باذن الله ما يجي لها عريس مصاريف الجواز كله انا متكفل بيه. ربنا يخليك يا محمود بيه ويبارك فيك يا رب. قولي لي يا فايزه، هو علي عامل ايه؟ طمنيني، خد على البيت واهله يعني؟ واحدة واحدة يا محمود بيه بياخد على الجو. وصراحة ربنا هو أكتر اتنين قريب منهم مدام إلهام ولينا يا حبيبتي، ما بتفرقهوش ليل ولا نهار. زي ما تكون كده ما صدقت لقيت واتشعلقت فيه. أمال إيه؟ مش توأم. أنا فكرتك دي عجباني جدا، ومش عاوز أقول لك قد إيه متحمس لها. بجد؟ أيوه. تعرف ان انت اول واحد اعرض عليه الموضوع ويشجعني ان انا ابدا فيه. كل الناس خافت من الفكره، حتى راجي اول ما فتحته في الموضوع قال لي بقول لك ايه، احنا مش ناقصين مشاكل. اكيد عشان الناس كلها باصين لها من وجهه نظر واحده، انما لو شافوها زي ما انت وانا شايفينها اكيد اكيد هيغيروا رايهم. بالظبط، محدش متخيل يعني ايه مؤسسه لرعايه اطفال الشوارع ممكن تنقذ اطفال كتيره قوي من اللي هم فيه. انما قولي لي انت الفكره جات لك ازاي؟ جزء منها عشان اللي حصل لعلي زمان. الحقيقه ان الجزء التاني من كتر صور واخبار اطفال الشوارع اللي ماليه الفيسبوك. هو بصراحه الموضوع كتير قوي الفتره اللي فاتت دي. تخيل لو جبنا الاطفال دول ورجعناهم لاهاليهم، او حتى امنا لهم مستقبل كويس لغايه ما يقفوا على رجليهم. في ايه في الدنيا اجمل من الاحساس ده؟ انت عارفه اللي اجمل من ده كله ايه؟ الناس اللي زيك، اللي مهما كانت الظروف اللي في الحياة اللي احنا عايشينها دي لسه قادرين يفكروا في ناس تانية. طب قولي لي انا اقدر اساعدك ازاي؟ للدرجة دي متحمس للفكرة؟ متحمس جدا، متحمس اكتر لروحك الحلوة دي اللي دايما بتلهميني بيها. بقولك ايه، انا عاوز ابشرك معاكي في المشروع ده. ده شيء يسعد. صدقيني مش اكتر مني. طيب أنا المرة الجاية لما أقابلك
احب اعرف تفاصيل الموضوع اكتر، بس انا مش عايز اعطلك اكتر من كده. لا تعطلني ايه، بالعكس انت شجعتني ان انا ابدا في مشروعي بسرعه. دي حاجه تسعدني عن اذنك. اتفضل. ايه قلقتيني في ايه؟ اتأخرت ليه؟ انا اتأخرت؟ يا بنتي انا كنت ماشي بسرعة جدا على الدائري ومقفل العداد عشان الحق اجيلك بسرعة. انت مش عارف انا قلت ايه لراجل ايه اصلا عشان اعرف استأذن منه. في ايه بس قولي لي ايه اللي حصل؟ انا جالي عريس. امتى حصل الكلام ده؟ امتى حصل الكلام ده ومين ده قولي لي؟ في ايه يا رامز ما توطي صوتك؟ طيب وطيت صوتي. اتفضلي احكي. هعمل ايه يعني يا رامز؟ بابا قال لي في عريس جاي لك اسمه جورج مدرس فرنساوي. وشافك فين بسلامته؟ الكنيسه اللي بخدم فيها. هو اول امبارح مشي ورايا وطلع اتكلم مع بابا، وبابا قال لي. يعني ايه مشي وراكي؟ وانت اي حد بيمشي وراكي عادي كده من الكنيسه وانت بتاخديش بالك؟ صدقني انا معرفش، ما خدتش بالي امتى ده حصل اصلا. طب كملي كملي يا سارة. اكمل ايه؟ ما انا خلاص خلصت. انا بس قلت يعني ما ينفعش يحصل وما اقولكش، عشان كده قلت لك تيجي. ايوه وانا مطلوب مني ايه بقى؟ مطلوب مني ان اعرف حوار زي ده، فانا المفروض انا اكون مبسوط. او انت بتعزميني مثلا على فرحك صح؟ هترتاح يعني لما اقولك ان اعرف اوضته؟ هو انت الموضوع ضايقك بجد يا رامز؟ انت مش عايزاه يضايقني؟ هو انت فاكرة ان انا مش بتمنى اللحظة اللي اجي اتقدم لك فيها؟ طب وايه اللي منعك؟ هروح اقول لهم ايه؟ هروح اقول لهم ان انا قاعد بصرف على ابويا وامي وشايل هموم الدنيا على اكتافي وما حلتيش اللضا، بس انا عايز اتجوز. ما انت عارف ان الجواز محتاج مصاريف. لو الظروف بس هي اللي منعاك يا رامز انا هستناك لاخر العمر. بس من غير بس. من غير بس يا سارة. اول ما الظروف تتحسن انا هاجي اتقدم لك، وانت عارفة كده كويس. ولغاية ما ده يحصل تروحي وترجعي من الخدمة زي العسكري. لا تبص يمينك ولا شمالك، اسمع بقى ان جورج يكلم باباكي، مايكل مشي وراكي، انا ماليش دعوة. ماشي؟ ماشي؟ ماشي. نيلة. حلوة ألوان الحيطة. والفرش كمان. أنت اللي نقيته؟ أنا وماما. بس بتهيألي مش هترتاح في الأوضة هنا. يعني وجودك في الملحق كان أحسن. بتهيألي يعني إنك أنت هتاخد راحتك أكتر هناك، إنما هنا هتبقى على عين كده في الرايحة والجاية. غلبت والله يا جدو. غلبت أقول لماما أنا عايز أنزل أقعد تحت، بس هي ماسكة فيا جدا. يا ترى جبت حاجتك كلها هنا؟ لا طبعا، أنا سبت شوية حاجات تحت عشان لما انزل اقعد يومين ولا ثلاثة بقى ما افضلش بقى اشيل واحط. واخبار الشركة ايه؟ يا ترى بقيت تعرف الشغل ماشي ازاي؟ ولا أي حاجة والله يا جدو، مفيش أي حاجة ولا الهوا، بس بحاول يعني. مساء الخير. مساء الفل يا حبيبتي. ايه رأيك يا بابا في أوضة علي بعد ما اتجددت؟ حلوة. ولو إن الواحد كان متعود على الأوضة القديمة. لا ما تزعلنيش يا بابا، ده انا ما رضيتش اغيرها الا عشان خاطر عيون علي. قولوا لي اتعشيت ولا لسه؟ انا اكلت سندوتش في الشركه بس. انا شخصيا ميت من الجوع. يا نهار ابيض، انا خمس دقايق هغير هدومي وننزل نتعشى مع بعض. دي فايزه عامله نجريسكو تجنن. ازيك يا راجل؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايه اللي اخرك في سنتر كده؟ كان عندنا اوردرات كتير جدا النهارده. الله يكون في عونك يا حبيبتي. صحيح ما قلتليش يعني ان بابا يجي بات عندنا؟ انا نفسي ما كنتش اعرف. بس مش غريبه يعني انه يجي فجاه ويقرر يبات؟ ده ما عملهاش بقاله كتير. هو في ايه يا راجل؟ هو بابا محتاج ياخد اذن عشان يجي يقعد معانا يومين؟ لا مش القصد طبعا، انا يعني استغربت وقلقت لا يكون تعبان ولا اي حاجه.
لما انا سالته هو قال لي ان هو كويس. بس انت كده قلقتني، تفتكر فعلا يكون تعبان وهو مخبي عليا؟ وانا قلقك ليه بس يا الهام؟ خلاص انت ما بتصدقي تلاقي حاجه تقلقي عليها. مالك يا راجل، في ايه؟ متعصب كده ليه؟ مفيش يا الهام، مفيش. ده ليه مش عايز تفهمني؟ بقول لك محمود جاي يقعد عندي في البيت، مفيش حاجه تخليه يعمل كده الا اذا كان عايز يراقبني ويعرف العمال دولت انا ليه علاقه بخطفهم ولا لا. شيل نظريه المؤامره دي من دماغك، مفيش اي دليل يثبت ان لينا علاقه بالموضوع ده. انت تكلم الناس بتوعك دلوقتي، تخليهم يفرجوا عنهم، كل واحد يروح بيته، كفايه لحد كده. يلا راجل، الدنيا هتتقلب اكتر لو خرجوا دلوقتي وما سبتنيش اكمل شغلي مظبوط. انا اللي اقوله يتنفس، الناس دي لو حصل لهم اي حاجه انا وانت هنروح في داهيه. ممكن تهدى شويه؟ توترك ده هو اللي هيكشفنا. انا هخرج واسيبك تكمل شغلك. في ايه؟ في حاجه حصلت؟ الامور بدات تخرج من ايدي. طب ممكن تهدى شويه؟ ان شاء الله كل حاجه ليها حل. ايه، محتاج مساعدة؟ انا محتاس ومش فاهم اي حاجه. ليه بس؟ وريني في ايه. اوكي، دي تقارير مبيعات الشركه في 2017 ومقارنتها باخر 3 سنين. طب انت عارفه ان عينيكي حلوه قوي. ميرسي قوي على المجامله الحلوه دي. لا على فكره مش بجامل، انا دايما اللي في قلبي على لساني. انت بجد عينيكي كوكو قوي. ممكن اسالك سؤال يعني لو مفيهاش رزاله؟ اتفضل. هو انت وخطيبك فكيتوا ليه؟ كنت مؤمنة الأول بمبادئه وأفكاره، بعدين لقيته بيتغير قدام المصلحة. ده غير إن هو كمان كان بيكذب عليا في حاجات كتير، فسيبته وسبت الجورنال كله علشان ما اضطرش أشوفه. طب وأنت سبتيه عشان كذب عليكي ولا عشان بتاع مصلحته؟ لا، هو الحقيقة نسي يقولي تفصيلة قد كده عن نفسه. إيه بقى التفصيلة اللي قد كده؟ نسي يقولي إن هو كان متجوز زميلته في الكلية واتطلقوا بعد كام شهر. بس هو برضه ممكن يكون كذب عليك عشان ما تسيبوش. لا اسفه، مفيش حاجه اسمها كده. انت المفروض تقول الصراحه وتسيب الاختيار للطرف التاني يختاره، بس ما تجيش تكذب اكن ده اسلم حل، ساعتها يبقى ما يلزمنيش. يعني انت شايفه انه لو واحد يعني كذب على البنت اللي بيحبها مستحيل تسامحه خالص؟ في بنات بتقبل بكده وفي بنات لا، وعلى حسب الكذبه. في كذب تافه يعدي يعني، وفي حاجات مهمة لازم تتقال. هاي هاي هاي. ده ليه ما رديتيش على الايميل اللي بعتهولك؟ كنت لسه هرد عليك يا حلو. طب ممكن بليز بسرعة عشان عايزة اخلص من الموضوع ده. اوكي هبعتهولك دلوقتي. اوكي يلا. طبعا اذنك بس عشان لازم اقول لها حاجه. اخوكي كده شكله معجب بيا. ايه ده بجد؟ جريت. حاسه كده ان في كيمستري ما بيننا. حلوه قوي. بس حاسه لسه ان انا عايزه اعرفه اكتر. هو اي نعم اسلوبه مختلف تماما عني، بس بحس كده براحه غريبه وانا معاه. بحس كده ان انا على طبيعتي مش محتاجه اعمل مجهود.
بتوه. ده جد. كده برضه يا تميم؟ دي عمال تعملها؟ طب يلا بقى اتفضل قدامي على ميس ماري وانا هقول لها انك سايب حصصك وجاي هنا بهدلت لي الدنيا. تميم تطلع على اوضتك ما تخرجش منها النهارده خالص، وتعمل حسابك انك محروم من الايباد والبلاي ستيشن والايفون ومفيش خروج الويكند ده كمان، اوكي؟ اتفضل. غير هدومك لحد ما اجيلك يا تيمون. مدام نانسي، الطريقه اللي كلها لوم وزعيق طول الوقت ليها تاثير سلبي جدا على تميم. انتي مش هتعلميني ازاي اتعامل مع ابني؟ تميم عنده قله ثقه بالنفس، والتعامل معاه بالشكل ده هيزود الموضوع ده عنده وهيخليه ما يعرفش يكون علاقات مع اللي حواليه، وساعتها ممكن جدا لما يكبر يبقى شخص انطوائي. برافو، طب ما انتي شطوره اهو. طب طالما يا حلوه عارفه شخصيته كويس قوي كده، ما تركزي معاه بدل ما انتي مركزه معايا انا. ايه ده؟ انتوا بتتفرجوا على ايه؟ ايه ده؟ دي ليلى. استنى بص، بص دي بقى. What do you think؟ بصراحة يا معلم مزة جدا. مزة ايه تافه انت؟ انا بتكلم عن الفيديو. حلو، بس دكتور صدقي وافق انك تغير البروجكت؟ بص، هو انا واخد الموضوع تشالنج يعني، وعدته اني هقدر اخلص تصويره ومونتاجه قبل الديدلاين. هو انت بجد عامل البروجكت بتاعك عن ليلى؟ لا اكيد مش عامل البروجكت بتاعي عن ليلى. ليلى ضمن مجموعة من الناس قرروا يعملوا مشاريع تجميل لمناطق كتير في مصر، وبيدفع كل ده من جيبهم ومعتمدين على نفسهم 100%. المشروع بتاعي عن الناس دي وعن شغلهم، لاني حاسس ان هم بيعملوا حاجه مهمه بصراحه. فكره حلوه بس متاخره قوي يا مروان. احنا البروجكت بتاعنا خلاص دخل الايديت وقربنا نخلص. انا شايف انه صعب قوي نبدا في حاجه جديده دلوقتي. ما انا بصراحه مش شايف اي ميزه في بروجكت التوعيه للمحافظه على البيئه في البحر الاحمر يعني. اسم غريب جدا، اتعمل قبل كده 100 مره. تحس انه اعلان من بتاع الحكومه. ها مين معايا؟ تمام انا معاك. ايه الهبل ده؟ هو انت كمان بتشجعه؟ انتوا فعلا هتاخدوا ريسك ده؟ انت معايا ولا ايه؟ لا انا اوت. طيب حلو قوي، خلي الدكتور صدقي ينفعل بقى. بقول لك ايه، تعرف حد نأجر منه كاميرات الاضاءه؟ هو ايه الجنان اللي هو بيعمله ده؟ هو انت هتسيبه كده؟ انت عارفه مروان كويس، عنيد وهيعمل اللي في دماغه، مش هيقبل اي نصيحه. اوكي. أنا مش رايح المدرسة دي تاني. طيب حتى لو سبت المدرسة دي أكيد هتروح مدرسة تانية صح؟ هتعمل إيه بقى لو قابلت فيها أولاد زي دول وبرضه فضلوا يضايقوك؟ مش هو ده الحل يا تيمون؟ ما أنا مش قادر عليهم كل يوم يرخموا عليا. أيوه مش بتقدر عليهم في الضرب والخناق والحاجات اللي مش كويسة اللي هما بيعملوها، لكن تقدر عليهم في حاجات تانية. زي إيه؟ إنك موهوب جدا في الرسم. They don't care about something like this. ايوه بس لما تبقى مسابقه رسم كبيره وعلى مستوى مدارس كتير وتكسب انت المسابقه دي، ساعتها هيعرفوا انك بتعرف تعمل حاجات هما مش بيعرفوا يعملوها. المسابقه اللي المدرسه بعتها صعبه قوي وانا مش هعرف اكسبها. بس انا متاكده انك لو دخلت المسابقه دي هتكسب. طب هرسم ايه؟ هنفكر مع بعض لحد ما نلاقي الحاجه اللي انت حابب ترسمها. اتفقنا؟ ماشي. اوكي. Thank you.
طيب على فكرة. فينك؟ بقالي كتير ما بشوفكش. فيش، كنت مسحول في تصوير البروجكت الفترة دي. ليه ده؟ انت عاملة ايه؟ كويس. انتو سيكلك عامل ايه؟ تمام وبطل. وبيكلميني يا بنتي ننزل. انت معاك رقمي على فكرة، قلت لك كلمني انت ما بتكلمنيش. انت كمان معاك رقمي على فكرة وبتكلمنيش ولا بتسأل. وانت كمان معاك رقمي على فكرة. ده ليه ده؟ سوري ميرا، اشوفك تاني بعدين. اوكي؟ ايه ده؟ رجعت تكلمي تاني ليه؟ نعم. مش يكلمني تاني تاني. اه والله يا بنتي زي ما بقولك كده، هي اصلا شاكه فيه من الاول، بس المره دي بقى قفشت الصور على الموبايل، مصور البنات بالبيكيني في الجونه. لا وايه، عشرينات. لا تخيلي البجاحه بقى انها لما واجهته هو اللي لم هدومه ومشي من البيت. اه والله. ليلى انت يا رسمك. ليلى حبيبتي هكلمك تاني. اوكي باي. في ايه يا ارض؟ انت بتزعقي كده ليه؟ ايه؟ في حاجة؟ انت ازاي مرعوني صورك انت واصحابك مع بعض وما تجيش تقولي لي؟ والله ده سؤال يتسأل له هو، لان هو اللي كان عايز يصورنا مش انا اللي طلبت منه. في ايه يا ارو؟ ما تفهميني ايه حكاية التصوير دي؟ الهانم نسيت نفسها خالص وبتقابل مرعون بره من ورانا. من فضلك انا ما اسمحلكيش تتكلمي كده عني، ولا يمكن اقبل بأي تلميحات تمس كرامتي. لا يا شيخة، تمس كرامتك يا حرام. انا قلت لك روحي اسألي مروان ما تكلمنيش انا، ولو طريقة الكلام دي تكرري تاني انا مضطرة امشي واسيب الشغل. خلاص يا اروى اهدي واسكتي دلوقتي. لا مش ههدى، ولو عندها كرامة فعلا لازم تمشي دلوقتي. خلاص ليلى خدي تميم واطلعي على فوق. معلش يا مدام نانسي انا مش هقبل اقعد بعد اللي اتقال ده. قلت لك خلاص يا ليلى، ده سوء تفاهم. خدي تميم واطلعي على فوق. اتجننتي ولا ايه؟ بقى معقوله مروان هيسيبك انت ويبص لواحده زي ليلى؟ مامي لازم تمشيها. ما تعالي بقى يا اروى. بصي يا حبيبتي، حتى لو انت شاكه في حاجه ما ينفعش تيجي تعملي هالليله كده وتقولي لي مشيها. دي المفروض تفضل هنا تحت عيننا لحد ما نتاكد في حاجه بينهم ولا لا. انت قاعد بتعمل ايه؟ يا ابني بتعمل ايه؟ مش عارف، ما لقيتش اي حاجه اعملها. طب البس يلا وقوم تعالى معايا. ما بص لو الخروجه فيها حريم انا مش جاي. يا عم ما فيهاش حريم، ناشفه كلها. يلا بقى البس، المفروض يوسف ولؤي اصلا كانوا جايين معانا بس فكسوا وراحوا السخنه فجاه. ما فيهاش حريم. ما فيهاش حريم، البس بقى. ماشي. ما تاخرش. ها؟ ماشي البس وانزل. استناك تحت. خلاص. عايز حاجة يا جدو؟ لا يا حبيبي. يلا مع السلامة. باي يا حبيبي. ما تتأخرش. ماشي. ريحتها وحشة أوي. طب اشرب اشرب وشوف بعد كده ريحتها هتفضل وحشة ولا إيه؟ لا ده لازم يتشرب على مرة واحدة. ايه ده؟ ايه ده؟ اهدى يا ابني، في ايه يا ابني الكل ده؟ براحتك يعني احنا قاعدين. عادي عادي. يا ساتر. ايه ده بقى؟ هو انا محظوظة ولا ايه؟ هاي. ازاي؟ مش عارف. انت رأيك ايه؟ رأيي ان انا بحب الأغنية دي جدا، تعالي نرقصها. يلا. هو احنا مروان مش قلنا مفيش حريم؟ دي حرمة بريئة يا علي. بريئة؟ بريئة. اه بقول لك ايه؟ ما تقلش في الشرب بقى عشان مش عارف اشيلك واحنا راجعين. ليه؟ عشان بشيل نفسي بالعافيه يعني. She's always ready.